مرحبا مشاهدي أخبار الآن. في خبر جد منذ قليل وتحديدا ميناء السودان، غرق طارق كان على متنه مسؤولين أمنيين ومحليين سودانيين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتحديدا في منطقة وادي حلفة في السودان، وإلى حد الآن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل. وفق ما ذكرت وسائل إعلام سودانية أنه تم يعني غرق قارب على متنه سودانيين في وادي حلفة بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان يعني عمليات البحث لا تزال مستمرة عن 4 مسؤولين كانوا على متن القارب في منطقة حلفة أقصى شمال السودان، وكذلك تم العثور على 7 ناجين في غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفة أقصى شمال السودان. وللتذكير أيضا أنه أدت الأحوال الجوية السيئة إلى غرق قارب كان يقل مسؤولين أمنيين وسودانيين محليين بوادي حلفة، كانوا في طريقهم للقاء مدير الجمارك السودانية ووزير البناء التحتية بمعبر أرقين، وفق ما ذكرت بطبيعة الحال وسائل إعلام وأيضا وسائل إعلام محلية سودانية. كان القارب أيضا يحمل المدير التنفيذي لمحلية حلفة ومدير الجوازات ومدير الشرطة وأعضاء اللجنة الأمنية، فإلى حد الآن نجا بعض منهم والبعض الآخر، هناك يعني عمليات بحث مستمرة عنهم، واستعانت السلطات أيضا السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية سودانية. إذن الأحوال الجوية السيئة ساهمت في غرق هذا القارب، ونحن سنوفيكم بمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر، تابعونا.